هذه ثاني مرة تسكروا علينا الطريق، يعني والحل معاكم طيب؟ يعني المفترض احنا ضيوف جايين من السعودية توخروا لنا تخلونا نمشي. يلا ايش 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 يلا توكل ايش ايش تفضل 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 قلبت مرور صرت مرور في اثيوبيا نو بروبلم جو جو. بعد هذه الزيارات اللي شفتوها في جنوب اثيوبيا الان ان شاء الله متوجهين لمدينة هواسا. هذه المدينة يقولون اجمل مدينة في اثيوبيا. المدينة هذه يسموها لؤلؤة اثيوبيا من جمالها، فبنروح انا وياكم ونستكشف مع بعض. طبعا الطريق صراحة طويل شوية، تقريبا يمكن حوالي 10 ساعات، لكن اذا ما وصلنا حنوقف في مدينة اسمها اربعة منش. هذه المدينة قبل هواسا، اربعة منش بيفور هواسا. يس. قبل هواسا مدينة اربعة منش، فيقولون كلها حلوة. توكلنا على الله. واحنا في الطريق شوفوا ايش لقينا. هذه القبيلة يسموها قبيلة البنا. هذه القبيلة يسموها قبيلة البنا بين مدينة اربعة منش وجنكا. جنكا. وين از ذس؟ يا الله. هو ترى مرة من يا الله. هذه عندهم عادة قديمة كانوا يستخدموها عشان يشوفوا الحلال إذا كان وسط الزرع، لأن هي عندهم المزارع الأشجار عالية، فيستخدموا الخشب هذا عشان يشوفوا الأشجار. لكن الآن صاروا يستخدموها مصدر رزق. السواح إذا جوا على نفس المنطقة يمروا مع الشارع هذا، فهم يوقفوا على الشارع عشان تأخذ معاهم كم صورة وتعطيهم قيمتها. عجبتني الفكرة، حولوا العادة إلى مصدر رزق. قد ما شاء الله قد. يا سلام على الصغير قد. أوه ما شاء الله نوب ربنب. ما شاء الله هذا على واحد فيهم قد طاح صغير. أوكي يس. أب أب بسم الله بسم الله. أوب 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 ما شاء الله ما شاء الله قد قد. سبيد نو بروبلم سبيد. ها نو بروبلم سبيد. والله عجبتني الفكرة، حولوا عادتهم إلى مصدر رزق. صار يوقفوا على الشارع، أي سايح يمر مع الشارع هذا يعطيهم كم كذا كم قرش بسيطة من عملتهم البر ويتصور معاهم. جود ما شاء الله. يو جود جود. اوه ما شاء الله يتمرن تمارين رياضية. هذا الصغير محزنني يا اخوك وش بيطيح مسكين. يس جود. اوه جود. اوه ما شاء الله ما شاء جود ما شاء الله. اوه ما شاء الله ما شاء الله. يا الله هذا عالي مره يا اخوان. والله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اخاف يطيح علي. ما شاء الله. بروبلم اب اب بروبلم اب اب اب. الصغير ذا مسكين. اب اب ها اب اه اه طاح نه ايه ها تي تي. شو 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 الصغير كيف بيطلع. شو الصغير كيف بيطلع. شو يس اب. Oh, mashallah, very good, very good. Oh, very good. Oh, you, me short. You, mashallah, up. You, mashallah. Ah, I'm sakin, la ilaha illallah. Whiskey, no problem, no problem. Yes, okay. Up, up. Okay. Yeah, okay, okay. Up, up, no problem, up. يس يلا انا امسك لك. يلا يا اب 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 نو بروبلم اب. يس او ما شاء الله. يلا يبي يطلع الحال والظاهر يبي يعتمد على نفسه. بسم الله الرحمن. الله يرزقك يا رب. جو ما شاء الله ما شاء الله. بسوي بينهم سباق. يلا ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله ده سريع تبارك الرحمن عليه. ما شاء الله ما شاء الله. يس ما شاء الله. نمبر 1
نمبر 1 ان شاء الله all together give money no problem all number 1 all number 1 كلكم ان شاء الله فايزين. شوف كيف يتجاوزوا الحاجز هذا الان. استر عليه استر عليه الله يستر عليه لا اله الا الله استر عليه الله يستر عليك يا ولدي. وكيف يمشوا بين الاشجار؟ لان عندهم المنطقه اشجارها مرتفعه ومنطقه جبليه فيوقفوا على هذا الخشب يقدروا يشوفوا الحلال الاغنام ما تضيع عليهم. وفي نفس الوقت لان الارض عندهم اغلبها شوك العشب الصغير هذا فيه شوك فهم يوقفوا على هذه حتى برضو ما تأذيهم الاشواك ويقدروا يرعوا حلالهم. فصارت العاده مصدر دخل والله يرزقنا ويرزق الجميع الله يرزقهم. شوف كيف صار ارتفاعي مع الشجره ما شاء الله جود ما شاء الله جود ما شاء الله لانه لو كان واقف على رجوله ما يقدر يشوف الحلال. المنطقه ما شاء الله كلها اشجار عاليه ما شاء الله 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 ارحبوا اهلا بو ارحبوا اهلا بو ارحبوا. شوف الصغير ذا شوف الصغير هذا كيف جاي يا قلبي عليه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله عليكم بسم الله عليكم الله يستر عليكم. أليه أليه طح 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 هذا اللي يقول أرحبه وطح أليه أرحبه كيف حالكم أرحبه أرحبه عجبوني والله حبيتهم الكبيرة هذه حبيتهم طيبين طيبين حليلهم ها يس يس يلا حيهم يلا حيهم ارحبوا 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 وش لونكم زال خير جاي يودعني يقول لين توصل السياره ثانك يو جود جود باي الله يستر عليهم الله يستر عليهم بسم الله دخلنا مع المنطقة هذه والله يا أني طحت طيحات اليوم هنا لين قلت بس الأرض عندهم كلها تزحلق من هنا الظاهر أنا بسم الله يا الله والله شوك الدنيا كلها شوك أحو يا الله وانت ربي صدق أرحبوا مع السلامة جود باي ذا الصغير يا جود باي جود باي جود باي أرحبوا يلا حيهم بيسا جود فيديو Good. What's your good. name? Good. Good. Your name? What's your name? What's your name? I don't know. What's your name? What's your name? Good. What's your name? What's your name? What's your name? Good. Good. Goodbye. Bye. Goodbye, قبيلة البنا. Bye bye. والله إنهم لطيفين. والله إنهم لطيفين. والله إنهم لطيفين. انبسطنا معهم. إي والله. بنودع سراج مو جاي معانا الأربعة منش والله إنك صدمتني والله لأنه هو أصلا من سكان جنكا فإحنا بنروح الأربعة منش هو بيقعد في جنكا باي سراج مع السلامة يا سراج شكرا يا حبيبي استدعناك الله يا سراج الله يبي يوحشني والله بس رتبنا له إن شاء الله عمره وبيجي للسعودية وبياخذ عمره وننبسط معاه هناك والله ما قصر معانا في جنكا وإن شاء الله ما نقصر معاه إذا جانا للسعودية بإذن الله حطه في الطريق بين المدينتين وقفنا السيارة كنا خلينا نتقهوى ونتغدى ونريح ما شاء الله تبارك الرحمن والله صراحة ما توقعت يعني ممكن في الطريق أشوف محطة بالجمال هذا ما شاء الله تبارك الله عندهم الفنادق المحطات كلها بنفس الطريقة هذه الأكواخ أعتقد أنها عندهم يعني زي اللعب الطراز التراثي يعني مبدأ تراثي عنده هذه جلسات المطعم ما شاء الله تبارك الله أكثر شيء صراحة أدمنت عليه في إثيوبيا الشيرو هذا طبعا
طبعا هذا عبارة عن حمص مطحونة أظن عليه شيء زي كذا على حسب ما فهمت أنا. لكن أنا طعمه أشوفه قريب من الفول، ما أعرف ليش، إيش اللي خلاه يصير قريب من الفول ما أعرف، بس لذيذ والله ما شاء الله. غدينا ونكمل طريقنا إن شاء الله إلى مدينة حواسة، بس ما ظنتي والله نوصل، أتوقع حنوصل لمدينة أربعة منش. أربعة منش يس. One night, next time when you come back here, one night. أخرت في المحطة هذه عشان أنزل السنابات لأنه ما في شبكة أبداً. فيلا لقيت المحطة قلت وقف وقف خليني أتغدى والله بعد أنزل السنابات بعدين نمشي. توكلنا على الله. نشوفكم إن شاء الله في أربعة منش. مرحب ترى حيض المطر يا هلا ومرحبا بالشيخ، اقسم بالله انه لك وحشه الله يسعدك واني والله احبك احبك في التصوير وخارج التصوير وقبل التصوير وقبل اي حاجه الله يسعدك ابو وجهك منور الله يسعدك زي طبعا اكيد انت احلى ولا نحلى اكيد انت عقبالك ثانيه ان شاء الله الله يوفقك عليك حبيبي الله يوفقك قويك تزوج عقبالك يا الله يرزقك بنت الحلال اللهم امين اللي اذا شفتها سرتك اللهم الله سعدتك وادعي للناس اليتامى الكثير اللي هنا الناس تقول امين اليتامى اللي هنا كلهم ادعي لهم وادعي لهذا انه القصه ما عاد يحلقها الله يهدي امين الله يهدي وفق قلبك وفق معليش والله هذا ما تعد ما يحتاج ما يحتاج ها كديناوي الحبشة كيف حالك؟ أنا زعلان منك تدري إني أبغى أروح الحبشة بالله بتروح؟ تدري إني أبغى أروح الحبشة من زمان إن شاء الله سحبت علي